ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. اللي مش عارف، انا في زياره لاخواتي دلوقتي، واخويا مش طالع معايا الفيديو ده، عشان تقعدوا تقولوا لي طلعي معاكي كل فيديو، طلعي معاكي كل فيديو الكلام ده كله، بس هو مش طالع معايا الفيديو ده بصراحه. هكلمكم بقى النهارده على منتجات الشعر اللي انا جربتها الفتره الاخيره. الحاجات اللي هتكلم عليها دي هي موجوده كده كده بره في اي بلد هتسافروها، وكمان هي موجوده في مصر. اخترت لكم الحاجات اللي تقدروا تشتروها بسهوله من مصر. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر. يلا بينا نبتدي. خليني اعمل لكم ريفيو صغير كده عن الزيت بتاع ميل. انا لسه بستخدم فيه بقالي بالظبط 3 4 مرات، مش كتير قوي يعني. هو المفروض دي اكتر من طريقه للاستخدام، يا اما تعملوا بيه حمام زيت، يا اما تستخدموه على اطراف الشعر. تقدروا تستخدموه مره في الاسبوع او تستخدموه كحاجه ديلي كل يوم عادي جدا. طيب لو عايزين تستخدموه كل يوم، تاخدوا منه شويه وتحطوا على اطراف شعركم او تمشوا على شعركم كله كحمام زيت. ببقى عادي مش غاصه شعري بالشامبو عادي جدا، وابدا ان انا احط الزيت جوه فروه الراس وبسيبه لمده ساعه ساعتين بالكتير، وبعد كده بغسله. عايزه اقول لكم ان هو القوام بتاعه على فكره تقيل مش خفيف، فهو بيلزق شويه، فانا بصراحه مرتحتش عليه كفكره ان انا استخدمه كل يوم دي. يعني انا كحد شعره كيرلي مش عايز احساس التلزيق ده، وما اعتقدش ان في حد هيحب احساس التلزيق ده. بس عايزه اقول لكم على حاجه، فاكرين زيت اللي هو اسمه معجزه اللي كان كلمتكم عليه قبل كده كتير؟ هو حرفيا شبه ده بالظبط، نفس الريحه، نفس الانجريدينتس، نفس كل حاجه. ما اقدرش اقول ان انا شفت منه لسه النتيجه، بس يعني خليني استخدمه فتره كمان وهقول لكم. لكن اوفرول يعني شغال مش وحش. بعد كده دول من مارك انتوني، واعتقد دول هتلاقوهم في مصر عادي، بس في المحلات الكبيره شويه ممكن تلاقوهم في سمير ويليام كمان. دول المفروض ان هما للشعر الكيرلي. بيعملوا ايه؟ هقول لكم. ده الكيرل ديفايننج لوشن، ده بنحطه نرطب بيه الشعر، وبيبتدي بقى الشعر ياخد نسبه ترطيب كويسه كده، وفي فيتامين اي وفي سلك بروتين. هو لو انت حد محتاج بروتين في شعره استخدميه. انا كايزيس اصلا شعري بروتينه عالي، فهو مش بيديني الترطيب اللي انا محتاجاه طبعا، ولكن عايزه اقول لكم ان هو بيحدد الكيرلي بشكل بيخلي الكيرلهايه ماسكه نفسها. حتى لو انا نزلت في مره شعري مبلول شويه وشعري ملحقش ان هو ينشف بشكل كويس، لا الكيرلهايه بتبقى متحدده وبيبقى كويس جدا. فانصحكم ان انتم بصراحه تجربوه. بعد كده الكيرل انفي كريم، وده المفروض ان هو بيكنترول الفريز لو انت عندك هيشان في شعرك، وبرده بيحدد الكيرليهات وبيخلي الكيرلي يقعد لاطول فتره ممكنه. قوامه شبه الجل شويه. عايزه اقول لكم ان هو يعني بصوا برده مش بيدي ترطيب عالي، بس سبحان الله بعد ما تحطوه بتحسوا ان انتوا الشعر الكيرليهات ماسكه نفسها. الشعر بيبقى حلو قوي بجد. ممكن ما يبقاش انعم شعر في الدنيا، ملمسه مش ناعم، بس عارفين الخشونه اللي هي بتساعد ان انتوا تخلي الكيرلي يمسك نفسه. فدول بصراحه حلوين. لو انت شعرك خشن قوي قوي وحاسه ان انت مش هترتاحي على حاجه زي كده، ما تجيبهاش، لان هو مش هيدي ترطيب قد ما هو هيدي شكل كيرلي ديفايند اكتر حاجه في الدنيا. فممكن تستخدمي كريم مرطب ايا كان، جيف ان بيرطب معاكي كويس استخدميه، وبعد كده لو جبتي اي واحد من دول يمسك لك الكيرلي بشكل كويس. انا بحب استخدم الاثنين مع بعض، وهم اللي انا مستخدماهم هنا النهارده، وبعد كده بفك وهوريكم بقى في مره شكل الشعر الكيرلي بيكون عامل ازاي في فيديو تاني. بعد كده عندي الارجن اويل بتاع او جي اكس، وبصوا ده يعني انا ما شفتش منه بصراحه اي تغذيه للشعر خالص خالص. ترطيبه كمان مش اعلى حاجه، بس هو بيدي ريحه تحفه في الشعر. يعني هو بيخلي الشعر ريحته فعلا حلوه، واللي حواليكوا كمان شم منها. المفروض ان هو اكسترا بنتريتنج اويل، اللي هو بيخترق الشعر زياده عن اللزوم، واللي هو معمول للشعر الجاف والهايش والكلام ده كله. ما اقدرش اقول ان هو ناعم الشعر في حاجه بصراحه، مش عارفه ليه، بس انا بحب اعمل بيه حاجه. بعد ما مثلا بحط الكريمات بتاعه الكيرلي اللي انا وريتها لكم بتاعه مارك انثوني دي، باخد شويه من ده واحطها على ايدي واستخدمها كثيرا للشعر وانا بضفر شعري. كنت عامله لكم فيديو كامل بوريكم فيه ازاي اصلا بضفر شعري. فهو كل اللي بحتاجه منه ان هو يخلي الترطيب اللي هو ايه، ترطيب لذيذ كده بعد الكريمات اللي هي بتنشف شعري شويه دي، عشان بس الكيرلي على قد ما هو يبقى ناشف، بس يبقى فيه حته طراوه كده.
ويدي ريحه حلوه في الشعر. هل انا بنصحكم تشتروها ولا لا؟ بصراحه مش حاسه ان ده من الحاجات اللي ممكن اقول لكم اشتروها، هو عادي عدوه يعني. احلى جل للشعر هتستخدموه في حياتكم المان لوك اكسبرت بتاع ايفا، احلى جل للشعر هتستخدموه ده بجد يعني، بجد من الحاجات اللي هو جل من غير اي مواد تنشف الشعر، من غير مواد تضر الشعر ولا اي حاجه، تحفه تحفه، وبستخدمه بقالي سنين وبجد بجد لازم تجربوه. بعد كده الكريستين اس تقريبا ده اسمه، الشامبو والكونديشنر كويسين جدا، الشامبو بتاعهم لطيف بينظف الشعر حلو جدا، مش بينشف الشعر بس برده مش بيخليه حرير قوي يعني، هو مخصص المفروض ان هو للشعر الكيرلي بس، فهو كويس بس هو مش عايز حد شعره كيرلي اللي هو خشن، لازم حد يكون زي شعري كده اللي هو الويفي اكتر، بمعنى ايه اللي هي الشعرايه مش ناعمه حرير ولا هي يعني خشنه ناشفه، مش شعر افريقي مثلا لانه ساعتها هيبقى بينشف الشعر قوي، فده بصراحه كان كويس جدا. بعد كده عندي الكونديشنر ده الكريستين اس كيرل كونديشنر، وده كويس جدا بيدي ترطيب حلو للشعر، ترطيب وترطيب بلسم يعني، في بلاسم كده كونديشنرز كده بيرطبوا الشعر تحس انك استخدمتي ماسك للشعر، ده مش بيعمل كده بس في نفس الوقت بيدي ترطيب حلو للشعر، بيظبط معايا الدنيا لان انا يعني او اي حد عامه شعر ويفي بالذات لو انتوا زودتوا الترطيب زياده قوي 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 هتلاقوا ان الكيرليهات مش ماسكه نفسها، مفيش فوليوم، الفوليوم اتقتل. في نفس الوقت لو ما رطبتوش كويس والشعر طول الوقت بتحطوا له حاجات بتخشن فيه هتلاقوا ان الكيرلي بتاعكم هايش طول الوقت، فانا بحس ان الاثنين دول بيظبطوا لي الدنيا، فهو اكتر للشعر الويفي خلينا نقول مش للكيرلي. بعد كده بروح مستخدمه بقى اللي هما المارك انثوني كريم ولوشن، دول بيظبطوا الدنيا بقى اللي هو بيبقى الدنيا متظبطه على الاخر، وبكون حاطه وانا بعمل الضفيره الاو جي اكس، وقبلها بكون عامله حمام كريم بتاع ميل، بيبقى كويس جدا بصراحه. والمان لوك اكسبرت جل ده بستخدمه ساعات لو هحب ان انا ابدل ما بينه وما بين مارك انثوني، يعني لو هستخدم ده مش هستخدم ده بحيث ان يعني اظبط الدنيا، بصراحه حلوين قوي. حاجه بحبها في الحياه الورم فانيلا من ذا باث لاند الهيرمس، ده خطير خطير خطير، حلو جدا وبيخلي الشعر ريحته تحفه، هو المفروض ان هو بيطري الشعر والكلام ده كله بس هو ما بيعملش كده، ملوش اي علاقه، هو بس برفيوم للشعر ريحته تحفه، فبصراحه كان لطيف جدا وحبيته. اهم حاجه بقى بالنسبه لي للشعر الكيرلي او الويفي الفرشه دي، الفرشه دي تحفه يا جماعه، وعايزه اقول لكم انها بجد بتحدد الكيرليهات حلو جدا جدا ومش بتقطع الشعر، وبجد بتفرق عن اي مشط بقى او اي حاجه، وكنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه على كل ادوات الشعر اللي انا بستخدمها، بس دي بالنسبه لي اهم حاجه للشعر حرفيا، فانصحكم جدا ان انتوا تجربوها، هتلاقوها موجوده في كل المحلات وعلى فكره سعرها رخيص جدا، والفرق ما بين الغالي والرخيص اكيد في فرق، بس ستيل انا جايبه دي ب 28 جنيه وانا مش عارفه ب 30 جنيه وكانت حلوه ما فيهاش على فكره ادنى مشكله، فهاتوها وما تقعدوش تفكروا كتير انكم محتاجين تشتروا يعني حاجه غاليه عشان تصرحوا بيها شعركم يعني. فبس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو كل الحاجات اللذيذه دي، واشوفكم الفيديو اللي جاي.